تعبان من ملعب مباراة ولقاء مع كابتن سامي قمصان. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدينا. فوز النادي الاهلي اليوم على طنطا بهدف مقابل لا شيء مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، بقول لك مليون مبروك. فوز مهم والمكاسب النهارده كتيره. عوده كهربا بيلعب 90 دقيقه ما شاء الله، كمان حسين الشحاب بياخد نسبه كبيره النهارده، الاثنين دول هيفرقوا معانا الفترات القادمه طبعا مع الفوز المهم النهارده امام فريق طنطا. طبعا زي ما انت قلت، طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. ماتش اهميته طبعا ان انت تكسب 3 نقاط، وده كان اهم حاجه وكان اهم هدف لينا اللي احنا نكسب النهارده. احنا مجهدين بدنيا، اللعيبه مجهده بدنيا زي ما انت قلت. عندنا برضو زي ما انت قلت مكاسب كبيره الحمد لله، غير اللي انت كسبت النهارده الحمد لله. عوده حسين الشحات وكهربا بيلعب 90 دقيقه، و النهارده برضو قفشه الحمد لله بيخش برضو فترات ويرجع، كان خدت فتره راحه كويسه. وحيد برضو نفس القصه، فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره. انا عارف الاداء مش مرضي قوي يعني، لكن المهم في الماتشات ديت اللي انت تكسب. يمكن في الاول بدانا المباراه كان عندنا فرص ما قدرناش نستغلها، وانت عارف الماتشات ديت لما كل ما الماتش بيطول بيبقى عندهم دوافع اكبر وبيقاتلوا اكتر على الكوره يعني. لكن الحمد لله الاهم ان احنا نكسب، وده الهدف اللي احنا كنا بنسعى له. مبروك. شكرا. مستمرين معاك كابتن ايمن وضيوفك.